كتيبة في بعض الناس بتقول حرف التاء كأنه تي، وطبعا ده خطأ تماما. ليه؟ لأن تاء كسرة تي مش تي. كتيبة عليكم، لاحظ ان الميم عليها ضم مش عليكم، عليكم القتال مش القتال. اولا القاف قي، قاف مفخمة، كذلك برضو مش القتال، القتال، بس الغلط الشائع هنا القتال، القتال وهو مش وهو. الراء هنا مفخمة ليه؟ لأن الحرف اللي قبلها مضموم، وفي نفس الوقت مش عشان أفخم الراء أقوم مفخمة الكاف، يعني كو مش كو، حرف الكاف مرقق عن حرف القاف كور، وفي نفس الوقت الراء مفخمة. طيب والتنوين مع اللام هنا ادغام، يعني الاثنين يدخلوا ببعض، كره لكم، وهنا بدون غنة مش كره لكم. وعسى المادة اربع حركات لان يجي بعده همزة، وعسى ام اتها تخفي النون، ام تكره مش تكره. اولا دي تاء مش طاء، ثانيا الكاف هنا هنهمس فيها، يعني ايه نهمس؟ يعني هنخرج هواء بسيط جدا من الفم. سامعين صوت الكاف؟ تك را مش را، تكره شيئا. التنوين مع الواو هنا ادغام، يعني هندخل الاثنين مع بعض، شيئا وهو، هو في السكون بنقف شويه عشان الحرف يظهر كده ويبان هو ساكن في مكانه، لكن مش معنى كده ان احنا نبالغ ونقف عنده شويه كتار. خاء مش خير لكم، الخاء مفخمه، خير لكم. التنوين مع اللام ادغام، المد اربع حركات، وعسى، ونركز ان احنا منقولش المد واحنا في اماله، وعسى ام التاء هتخفي النون، ام مش ام تحبوا، ام تحبوا شيئا. التنوين مع الواو هنا ادغام، شيئا وهو شاء مش شر، شين فتحه شاء مش شاء، شر مش شر، شر لكم. التنوين مع اللام هنا ادغام، والله يعلم، صوت العين عايزون يظهر، والله يعلم. وام التاء هتخفي النون، وانتم مش وانتم، دي تاء مش طاء، وانتم لا تعلمون، تعلموا اربع حركات المد لان احنا هنقف هنا، تعلمون. هنهمس في السين ليه؟ لان عليها سكون. ايه ده؟ يعني احنا مش بنهمس في الحرف الا لما يكون عليه سكون بس. ايوه فعلا، يس يسألونك، لاحظ الضم معناه ضم الشفتين، يسألونك عن الشهر مش عن الشهر، عن الشهر دي خاطئة تماما، شين فتحة شا ولا شا؟ شا، راء مكسورة، ري ولا ري؟ والهاء هنا هنهمس فيها ليه؟ لأن عليها سكون، عن الشهر الحرام مش الحرام، الحا، حاء فتحة حا مش حا، الحرامي، في حركتين بعد الراء، الحرام قتال مش قتال، قتال مش قطا، قتال، الفاء هتخفي التنوين، قتال فيه. نلاحظ ان الغنة تطلع منين؟ من الخيشوم، يعني الخيشوم الانف، قل مش قال، قل قتال، الفاء هتخفي التنوين، قتال فيه كبير مش كبير او كبير، مينفعش، الراء هنا مرققة مش مفخمة، وصا مش وصد، واو فتحة وا مش وا، صا الصاد قوية، وصد، التنوين هنا مع العين معناه ان في اظهار، يعني مينفعش اقول وصد، مينفعش، وصد عن، التين هتخفي النون، عن سبيل الله، وكف هنهمس في الفاء مش وكفر، و وكفر هنا في اقلاب، وكفر به في مد صلة صغرى حركتين، به والمس هنهمس في السين، والمسجد مش والمسجد، والمسجد الحرام مش الحرام، الحرام واخراج اهله، واي مش واي، وإخراج أهله، مد صلة صغرى حركتين،
أهله منه، إن في إظهار مش ماه، منه أك. يعني إظهار يعني هنظهر النون وهنظهر الهاء. طب والهمس فينا همزة عند الكاف، اه طيب صح. طب هو ألف فتحة أه ولا أه؟ أه، يبقى أكبره مش أكبره، بقى فتحة ب مش با، أكبره. طب هنا إيه الحرف المفخم؟ هنا هو الراء فقط، أكبره. عين الدال هتخفي النون عند الله، التاء هنهمس فيها، والفتنة أك مش أكبر زي ما اتفقنا، أكبروا رو أكبروا من القتل، هنهمس في التاء. ولا يزا، ناخد بالنا ونركز على المد الطبيعي اللي بيكون حركتين، ولا يزا يزا، ولا يزالون يقاتلون. من الألف الصغيرة اللي بعد القاف دي بيكون حركتين محدش ينساها، يقاتلوا مش يقاتلوا، يقاتلونكم حتى يروا، يا مش يردوكم، يا حتى يرو، حتى يردوا مش يردوا، دي دال مش ضاد، حتى يردوكم عن، هنظهر الميم والدال هتخفي النون، عن دينكم، النون تحتها كسرة، عن دينكم إن استنمس في السين، إن استطاعوا، النون مع الياء إدغام، ومن ير مش ير، ياء فتحة ياء مش ياء، ومن يرتدد، انقلقل الدال، يرتدد مش يرتدد ولا يرتدد، ما ينفعش، الياء مرققة والراء مفخمة، ومن يرتدد منكم، الكاف هتخفي النون، منكم عن، الدال هتخفي النون، عن دينه، في ياء مد طبيعي وفي مد صلة صغرى حركتين، دينه فيمت، هنهمس في التاء، فيمت وهو كافر رو، هنا الفاء هتخفي التنوين، كافر فاء، المد أربع حركات اللي بعده همسة، فأولئك حبطت مش حابطت، حاء تاء هنا نهمس فيها، حبطت أعمال، هنظهر العين، أعمالهم في الدنيا والآخرة، خي المد أربع حركات زي ما اتفقنا، وأولئك أص مش أص آ ومش أصحاب، أص ح مش أصحاب، أصحاب النون عليها شد حركتين، أصحاب